مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر. زلزال جنوب التركي، سفاره المغرب بانقره تدعو المتصلين الذين يبحثون عن عائلتهم بموافقتها بالمعلومات الخاصه بهم، حيث دعت سفاره المملكه المغربيه بانقره المتصلين الذين يبحثون عن عائلتهم الى موافقتها بالمعلومات الخاصة بهم، وذلك على إثر الزلزال الذي ضرب فجر يوم الاثنين عددا من الولايات في جنوب التركي. وأشارت السفارة في بلاغ لها إلى أنه يجب موافاتها عبر البريد الإلكتروني أو عبر تطبيق الواتساب باسم المتصل ورقم هاتفه واسم المبحوث عنه ورقم هاتفه والمدينة التي يقوم بها، وكذا صورة عن بطاقة وطنية وجواز السفر للمعني بالأمر في حال تواجدها. وأوضح المصدر أن هذه المعلومات ستمكن خلية الأزمة التابعة للسفارة من التواصل مع السلطات التركية بهذا الخصوص. وسجل البلاغ أن المدن التي تعرضت لضربات الهزات الأرضية هي كهرمان، مراش، وأدنى، وأديامان، وهاتاي، وشارلي أورفا، ديار باكير، غازي عنتب، كيليس، وعثمانية. وذكرت سفارة المملكة المغربية بأنقرة أنه يمكن التواصل معها عبر الأرقام الهاتفية الأرضية 0091-34-27-26-60-21 0091-34-27-26-60-20 أو عبر الأرقام الهاتف المحمول والواتساب 0090-55-37-27-43 أو 0090-34-68-71-31-8 أو 0090-53-49-20-53-05 أو عبر البريد الإلكتروني التالي أمباساد ماروك